وش بتسمعنا؟ ما عنده في مجال البل يقول ابن جدلان البل تعز العرب وطول الشرب يوم الدراهم قليلة هو البل شفاقة من أول ما يعد الرجل لغرب إلى اليوم انكسب في غربته هناقة. سلمكم الله جميع. ما أدري بهم كفيتنا ما أن أبو عجة موجود إحنا نستمد من هالإبداع. يقول الأرزاق من ربي تنويع وأشكال ومهيب تأخذ لا منعها غصيبة. أضرب مثال الواقعية على الحال وجهة نظر متأكد أنها مصيبة. الأرزاق من ربي تنويع وأشكال ومهيب تأخذ لا منعها غصيبة. أضرب مثال الواقعية على الحال وجهة نظر متأكد أنها مصيبة. أحد النصيبة حطها الله في المال وحد قبوله عند خلقه نصيبة. وإن شفتها مجتمعة عند رجال تأكد أن الرجل هذا مصيبة. يستاهل أبو عجب. يا سلام. يقول الله يطول حياتك. أبو عجب الله يحييكم ويطول أعماركم ويحييكم. وهذه الساعة المباركة نعود لأبو